الكذب. كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها، كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار، كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها، كذوب اللي يقول انه زمن اقوى من الاسوار، اذا ما طاعت الايام نزل هامتك اطعها، كذوب اللي يقول ان المبادي تنقذ الاحرار، كذوب اللي يجي يمدع بضاعه امس بايعها، كذوب اللي يجي يمدع بضاعه امس بايعها، كذوب اللي يقول الصامت نعمه والزمن ثرثار، تسير القافلة معها تموت القافلة معها، كذوب اللي يقول السيف أماني والجواد أعذار، مغفل من يشوف الناس من خارج طبايعها، مضلل من يقول البرد يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مضلل من يقول البرد يرحل في وجود النار، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها، كذوب اللي يعلق لك على شماعة الأقدار، جميع أغلاطها الدنيا ويطلب منك ترفعها، كذوب اللي يقول المشكلة تنحل بالأشعار، يجي يمدح لك الزهرة ولا من غيبتي يقلعها، مضل الكل من يركب ولا يخرج عن المضمار، كذوب من رضا الأحداث إلى غير مواقعها، مخادع من يقول اصبر لما تكشف لك الأسرار، حقايق اقطع الهرجة وقل له وين يطلعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، أطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها، كذوب وتقف الكلمة بحلقي والحروف كبار، أطيع الكلمة الزلزال. انا اعرف شباب والشيخ يعرف شباب وانتم تعرفون شباب طفشانين من ايش؟ من ايش الحين طفشان من الاستاذ؟ الاستاذ ايش؟ الاستاذ ايش؟ الاستاذ سعيد طفشان منه، طفشان منه وقعد جنبي عشان افتك من طفشه، وش اسوي؟ اقول له هوين يا اخوي، عندنا بقصيم يقولون فارقنا الله يرحمه، واهل مكه جماعتنا اصحابي، ابويا انقلع روح، ايش بك انت ذبحتني، انقلع عني، ايش لك ذا، اعوذ بالله، اخرج جماعتنا اهل مكه، قصمان جماعته يقول انقلع روح ما بيش وجهك، طيب ما رضي ينقلع ملزق في الكرسي، وش اسوي؟ اقوم عنه صح؟ اقوم عنه، واحد مو طفشان من سعيد اللي جنبه، طفشان من نفسه اللي بين جنبي، قال لي يا شيخ طفشان من نفسه وش اسوي؟ يتحرج عليه حرج بن قاسم اللي في الرياض، فلذلك نريدك ان تكون نافع لدينك ثم ايش؟ نفسك، تعرف قيمة نفسك يا حبيبي، ما تضيع نفسك بأشياء ما تحمد عقباها، أما رأيتم وما رأينا وما كتب الجرائد وما تعلن الحكومة الآن حال الطوارئ المفحطين، تعلن ما تعلن، يأتي شاب الثانوية العامة يفحط عند مدرسة ثانوية بنات، لأن بعض الشباب شاف البنات ثانوية يعني يطلع حركات عشان تشوفه بن جيرانه ويثبت جودته وقيادته أمام نوال. يعني وش معنى هذا التفحيط؟ يعني شوفيني يا نوال، شوفيني يا نوال، يا أخوي اتق الله يا أخوي، لا تدع عباد الله عشان نوال الله يرحم أمه، وتقول جريدة المدينة، وإذا بهذا الشاب يفحط عنده ثانوية عامة في المدينة ويصدم سبع بنات، أربع ماتوا ثلاثة انعاش، السبب إن عقله غير موجود، فلان راكب كامري قام يجدع في الشارع الأصل عشان فلان يشوفه ويعطيه وجه مسكين، طلع يده قاعد هاي يجدع ددي ددي ولا حد قدي ولا حد قد التحدي، وهو ماشي جدع يمين جدع يسار، فلان عشان يشوفه
جدع يمين جدع يسار جدع يمين جدع يسار ثم آخر شمع في العمود. ها ينفع كفلان يوم انك صقعت؟ ينفع كفلان لو انك مت عشانه؟ لا يحذرون الشباب من المفحطين ومن الركوب معهم والتجمر معهم. احذر من اصدقاء السوء، احذر من المخدرات. رجولة مفقودة. طلع عندنا جيل، لان يا اخواني جيل العرب جا بينقرض، جاء جيل انا احسن من اختي. شعري مكوي. جيل شعر مكوي. ايش رايك يا شيخ سليمان؟ حقيقة يا اخوان شعر ياي. اي نعم، الان قصات عندنا في الرياض يا شباب، قصات والله يا اخواني. المقص الذهبي صار القصة ب150 ريال، قيمة بربري يا شيخ. فعلا البنات ما يسوون حركاتهم، البنات ما مش ذي يا خوز. اي والله ما يعين ما يصيب مثل الزبدة. لا تكلم وش ذي يا وجدي يما. قوم وش يسمونه عندهم؟ قوم وجدي. قوم وجدي ما يعين. قوم وجدي الخكارة هذول. ها هو على قوله قوم وجدي خكري. خكري اي كيري مايعه. اي والله كيري زبده مايعه. ايوه اذا غرس البر هو صح اصحابه يحفلون الملاعق. محمد غرس سياره جيب الملاعق. اي هاي مره واحد حوجي ضرب مع واحد مايع، قال شوف والله ما تروح لا بقع وجهك، قال والله ارشك بمولينيز. شوف يا شباب والله الحمد لله ترى هذا الدين يسر، لان مره دخلت على شباب الله يهديهم يعني حوالهم سيئة، وقعدت نكت معهم ولا مرعين حشيش وتستس وليموني وام حفيرة وام لفة جرول. قال لهم طوح يا أخي تنكت يا أخي، والله حنا ما النكت اللي إذا حششنا حشش مطوح الله أنت استانس. قلت أخي مستانس بدون حشيش هذا يا مستانس ضحك. قال كيف ضحك؟ قلت مطوح آخر دفعة 2003 بفتحة. يا الله يعني كم في أيضا شباب الآن واقعين بالحب، وعلى هذه خويته وقاعدة تشفطه كل يوم بطاقة استوى بطاقة شحن، كل يوم أرسل لي بطاقة شحن، كل يوم طلبات، كل يوم هدية، كل يوم كل يوم. ففي استغلال ولعب على الشباب. أيضا من جانب النساء في بعض البنات مساكين تورطت له مع واحد ودخلت معه في علاقة وبدت تكلمه قام سجل صوتها. والله يا أخواني هذه قضية لابد تطرق. كم في بنت الآن تطلع في اليوم 3 مرات 5 مرات مرتين غصبا عنها في أي وقت تطلع بسبب أن هذا الذئب المفترس سجل عليها مكالمة وبدأ يهددها وكل يوم يقول تطلعين الليلة؟ ما أقدر. قال تطلعين ولا الشريط التسجيل بكرة من تحت الباب، والله لأعطيه أخوك فلان ولا أرسل لأبوك خليه يسمع. وبعضهم أرسلت صورتها الصديقة أو طلعت معه وصورها سواء بالجوال، وشفتم أنتم يمكن بعض الأشياء وسمعنا عن بعض القصص اللي طلعوا معهم وصوروهم بالجوال وفضحوهم. وهل بلا توث ذاب؟ بلا توث، والله أنه فضيحة. فضح مثل هذه المشاكل مثل هذه الكوارث. أرسلت صورتها أو صورت معها أو صورها بالجوال وبدأ الآن يراهنها على الصورة حتى لو تزوجت يأخذ ذهبها ويأخذ الطقم ويأخذ الغوايش ويأخذ الذهب والحلي اللي عندها بالصورة، يطلعها من بيت زوجها بعد ما تزوج بالصورة، يهددها حياتها كلها. بعدين يا أخواني ترى أحمل الآباء والأخوان مسؤولية هذا الشيء، لأن يا أخوان العاطفة هذه موجودة في القلب كأس إذا مليته والله يا أخي العزيز ما عاد يجي في وسط شيء، لكن إذا تركته فارغ فسوف يأتي فيه كل شيء. فنقول للأخوان جميعا نملأ هذا القلب بحب الله، حب الأنبياء، حب الرسل، حب محمد صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، حب الوطن الأرض اللي ربينا فيها وعشنا فيها، حب الزوجة، حب الأبناء. إذا ملينا هذه العاطفة صدقني ما عاد بناتنا ولا عيالنا يروحون يكلمون أحد أو يحتاجونهم يسمعون كلمة حلوة من أحد. لكن مشكلتنا عندنا جفاف عاطفي، الأبو ما يقبل أبنائه ولا يقبل بناته، ما يعطيهم كلمة حلوة، ما يعطيهم كلمة يعني تخرج من قلب البنته، ما يسلم على بناته ولا أبنائه. الأم كذلك ما تضم بنتها، ما تقولها كلام حلو. في عندنا جفوة 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 هي التي دفعت الشباب والفتيات إلى الاتصالات والمعاكسات والعلاقات المحرمة من أجل أن تغطي هذا الشيء عندها. لذلك يا أخواني ها
هذه مصائب وقضايا تحتاج إلى طروحات وإلى لقاءات عدة حتى فعلا نعالج هذه القضية، لأنها فعلا قضية خطيرة. أيضا يا أخواني، للأسف صار عندنا الآن انتكاسة في الفطرة، ورأينا شاب يحب إيش؟ يحب لشاب مثله. والله يا أخواني اسألوا المدرسين، بعض المدرسين يقول إذا أخذت الدفتر حق الطالب أبغى صححه أقلب الصفحة الأخيرة وأفتحها ألقى قلب مخروق بسهم ومكتوب A زائد S يساوي H. الحرارة مرتفعة، صب عليه موية باردة، ده لأنه أصبح حبيب مسكين ما يعرف يذاكر، ما يحل واجباته. شباب جلست معهم رسبوا أنفسهم في ثالث ثانوي. ليه؟ ليه ترسب نفسك ثالث ثانوي؟ عشان نسبة؟ قال لا، لأني أحب فلان في ثانية ثانوي، فأنا مرسب نفسي عشان هو ينجح ويدرس معي في نفس الصف. إيه في مشاكل يا أخواني. بل والله رأينا أن شاب عندما رأى زميله وصديقه وحبيبه وإيش تتوقعون إيش سوى له؟ سجد له. والله يا أخواني سجد، سجد له من دون الله عز وجل. هذا شرك، يسجد لحبيبه. أنا رأيته بعيني، وكان زميل لنا وشاب، يوم رأى خويه مار على جراندي أول ما طلعت جراندي في شارع من شوارع التفحيط، وشاف خويه نازل القبلة وحط الشعر ومار وسلم عليه، على طول تلقائيا سجد له في الشارع. أحبتي بالله، فعلا هناك شرك محبة، وهو الآن يقعون فيه الشباب، شرك المحبة. الشباب الآن صار بعضهم يحب بعض، يعشقون بعض، يدخل قضية عشان فلان، مضاربات عند المدارس عشان فلان. شيء مخيف وشيء مخزي. شبابنا الآن تغيروا يا أخوان. أنا رأيت مرة محاضرة في شارع التحلية عندكم هنا في جدة، في موضة عند الشباب، موضة والله ما تنقال، يجعلون الجنز والبنطال هذا بدون سبتة، رأيتموهم؟ وش اسمها ذي؟ بطحني طيحني أطقع منها هي طيحني لي. كنت أنا جاي معي واحد من أهل الجنوب قحطاني خوي رجال راعي شروه من عندي، راعي مقانيس، راعي هبة ريح، ما عمره طب جدة في حياته أصلا، وجاء معي إلى شارع التحلية، وكنت في المحاضرة وكان هو جالس في الأخير، وكل ما جاء واحد إلا السروال نازل أخ العيال والوالي ولا عقصوي على الجاجيل كل ما شاف طيحني ونعنى بيكم يا رجاجيل ارفعوا سراويلكم هو يعتقد ان السروال البنطلون لانه نزل من تلقاء نفسه، ما يدري انها موضة. ايش موضة دي؟ هذه موضة؟ هذه موضة السنة، جل السنة الجاية وشي بدون الله يغفر الذنب. يا اخي مشكلة لو سجد، هو صلى وسجد ايش بيصير؟ فهذه وجدناها في شارع التحلية في جدة، وصراحة شيء مخيف والله يا أخي، شيء روعنا. قالوا هذه الموضة. بل يوم الأيام كنت ناصح شباب، والله يا أخواني أني جالس معهم وأني طول المحاضرة معهم أني غض البصر، لأنه صابغ شعره على وجهه على لون الجنز على لون البنطال كله لون واحد، تقول باخ خبويج وأشكال غريبة وقصات وأشياء. عاد انا قاهم على اليسار جالسين، انا اتكلم على اليمين، على الانسان ان يتقي الله ما اقدر اناظر فيهم اشكال يا اخي، ما تدري هو ولد ولا بنت. حتى واحد منهم قال شيخ ابو زقم، قلت يا نعم ها وش فيه؟ قال والله من جده، يتكلم بصراحه ما عنده والله لف ولا دوران، هو من جده تفاعل مع المحاضره. قال شيخ ابو زقم، قلت نعم، كذا عطيته على جوه يا نعم. قال ايش رايك نجيب خوياتنا تنصحهم معانا؟ يا قلبي تجيب خوياتك عشان روح فيها صدق انا التبت عليه قلت الله يجزاك خير، انا غض البصر عنك، انت وجهك تبي تجيب خوياتك انا قاعد اغض البصر عنه وجنبي هنا وانا اتكلم كذا، يبغى يجيب خوياتك، مصيبه، تصير كارثه ذيك الليله. فسبحان الله، يعني راينا امس انا وواحد من الاخوان قال لي شوف 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 شوف، والله يا اخواني شاف في ال17 حاط مكياج وحاط حمور في الطايف، حاط حمور ومنزل كذا خصلتين، والله اني احسبه بنت. يعني للاسف مصيبه شبابنا بدا الان يعني تدهن دهونات اخته، يحط مكياج، يحط حركات اظافر، الاظفر الصغير يخليه طويل، ما ادري ايش الاشياء ذي. يعني عندنا نعومه في شبابنا،
وهذا اللي خلى الشباب يعشق بعضهم بعض. أنا البارحة يوم إني خالي الضيما يربات تسلط على عيني حريب يحاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فالترح واجبها. تسلط على عيني حريب يحاربها حرمها لذيذ النوم والنوم نهل الذات ليا حلي في العينين فالترح واجبها. سرت بي ركايبها جسي في زمان فات وكم من هواجيس تتعب ركايبها. أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحات وصفحة مزينها وصفحة مخربها. صور ناسي وحكايات صور ناسي وحكايات واشعاري كاتبها. زمان الصبا يوم الهوى طيب النسمات ليا داعب الانفاس ريحه يطيبها. بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات ليا هبة سام العصاري تجاذبها. وانا مثل طير الروض لا طاب تلوقات يطارد فراشات الزهور ويلاعبها. صبا غضه طريا لها فزات قدمها صحيح الجسم والجاهل صاحبها. وما تدري إن العمر يمضي وله ساعات سوالف ربيعه في خريفة يكذبها. هوى النفس يدفعها ويظهر لها الرغبة وكم رغبة كانت وخيمة عواقبها. ولا بدي ما تصحى من الجاهل والغفلة ليا شابة اللحية وشابات شواربها. واتت زهور الروض وأوراقها الغضات وقبل على الأغصان حطابي يحطبها. لو إن المطر هما لما يحيي اللي مات تشوف السيول تسيل والرامل يشربها. ليقفى ربيع العمر قفت معها حاجات بعدها تند العين وش عادي يعجبها. رسوم الديار البالية ما بها طمعت ليقفى الربيع وصالي القاضي يلهبها. وعمرك بطية عودت تسريع الخطوات بعد مونست جروح المسامه بغاربها. نوت تنهي الرحلة وتخلص من الحملات وترتاحي من هذه المسامه وراكبها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات وهذه هي الأيام وأنا مجربها. ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بدي مشرقها يعود لي مغربها. نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات
الحسرات. وهذه هي الأيام ولا بجربها ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بدي مشرقها يعود لمغربها ولا بدي مشرقها يعود لمغربها.